يجد أبو محمد القادم من غربته لقضاء إجازة عيد الفطر فرصة سعيدة في هذا المطعم للقاء أصدقائه بعد أن غاب عنهم عدة أشهر. تجمعه معهم مائدة إفطار رمضاني، إحدى أهم الطقوس الرمضانية التي غابت عن الأجواء السورية لعدة سنوات مضت. نحن كنا بتركيا وحاليا جينا على سوريا لنقضي إجازة العيد. طبعا في كثير أحباب وأصحاب من زمان ما التقينا فيهم، فكنا بحاجة لمكان إنه نلتقي نجتمع كلاتنا مع بعض. فتفاجأت إنه الحمد لله إنه في أماكن صايرة كثير حلوة بسوريا نتيجة خفض التصعيد اللي صاير. تتنوع المأكولات الرمضانية التي يقدمها المطعم لزواره خلال أيام شهر رمضان، وما يتبعها من العصائر والمشروبات الرمضانية التي توضع على الموائد بشكل مجاني، إضافة إلى تخفيضات كبيرة في أسعارها نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تعصف بحالة السكان العامة. يعني هلأ يمكن هذا أول مطعم أو المطعم الوحيد اللي في المعرة كلياتها اللي يعني مشهور بالأجواء الرمضانية وبالأكلات الطيبة وبالقعدة الحلوة مثل ما أنك شايف. طبعا الأجواء الرمضانية عندنا هون مميزة كتير، يعني مثلا واحد وقت اللي بيجي مثلا هو وعياله او مثلا مجموعه او كذا بتلاقي مثلا العصير والتمر الهندي والوسوس والشوربة، يعني هاي موجوده يعني مثل ضيافه المحل. يجتمع كثير من الاصدقاء والاهالي هنا لتناول طعام الافطار على موائد تجمعهم بعد طول غياب في اجواء رمضانيه افتقدها السوريون لسنوات طويله. أجواء رمضانية فريدة يعيشها السوريون هنا في معرة النعمان على موائد الإفطار الرمضاني. يجتمع الأهل والأصحاب بعد سنوات طويلة من الحرب لعلها تنسيهم كثيرا من المآسي. أحمد عاصي، تلفزيون سوريا، معرة النعمان، ريف إدلب.